السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على عائلة مغنيس أكلي واش، وين يعني تشتكي بالصحيفة ليكيب وتنفي ادعاءات الإعلام الفرنسي وتصر على تعلقها بالجزائر. ضروك تجيب لها مشاكل سي محمد، ضروك بابا جزائري وامه جزائرية، يعني راه جزائري عايش في الغربة. ضروك انت كي تجي تقول لهم اللعاب هذاك، تخرج صحيفة فرنسية بيت الضغطي، الضغطي على ديشون قولوا جيبه، الضغط على الاتحاد الفرنسي قولوا جيبوه، بصح ماشي تخرج بكذبة تقول لهم باللي اللعاب اختار فرنسا. يعني وين يتلقى هجوم كبير من عند محبي المنتخب الوطني والجزائريين. يعني ضربك هذه العائله وين يعني وين الى ملا على روحهم ماليا وكل شيء، غادي يحطوا الصحيفه يحطوها في الشراء. رد الاعتبار انت كيف انت يا كيف تتهم فيهم؟ هاو كيما كانوا يديروا تاوعنا لهنا ذاك بو كلبه وهذوك لهنا ذاك مؤمن ايد قاسي، هذاك هذاك الحلوف غوز، هذاك عمكم هشام العريضة، هادو اللي كانوا شكو كاين بزاف لي سيت تاع الناس اللي كانوا دايرين لي باج بزاف في نادي بارادو، لي باج بزاف كانوا يطيحوا على عوار يعايروا فيه ويوصفوا فيه بالخائن ويوصفوا به. ها راه عوار في الجزائر واو لا ما تعقلوا شي. يجي خارج سليماني وداخل عوار يقول لك خرج مجاهد ودخل خائن، تعقلوا عليهم تعقلوش عاقلين عليها؟ يعني ما خليتوش فيهم. بصح اليوم وين عوار هو مشكور وين كذب، يعني رد لكم طاكم سمعه كبيره، خبطكم سمعه كبيره، سمعه خلوزتكم عوار، قال لكم تكذبوا اشاعات، قال حنا رانا مجموعه رانا خدامين كان والو، اشاعات تخلقوا اشاعات. اليوم عائله تاع اكلي واش الا اللي كانت تكذب ليكيب، وهذه اكتشفنا لكم في ذاك الوقت. يعني واحد لي سيت تاع كور في فرنسا كانوا يتلذذون بإذاعة الجزائريين. كيفاش إذاعة الجزائريين؟ تيخرجوا لهم يقولوا الملكو صحيفة كاميرونية تستعرف باللي ايطو شرا الماتش على الجزائر. وتاوعنا لهنا اللي كانوا يكلموا على هيصر يقول لك هاليك هاي انا وراي اسمونت يا ليتادر هاي انا فرونس فوتبول. فرونس فوتبول ما كذبتش، فرونس فوتبول كانت كل ثلاث ايام ربع ايام تخرج من زمان، ومن بعد خرجوا قرار قال لك الكذب والاشاعات راهم بزاف، غادي نولوا خطره في الشهر ولا خطره في السيمانه نخرجوا لكم واش كاين فرونس فوتبول. هذو اللي كانوا كيما هذه ليكيب، هذه صاحبة تاع ليكيب، شكون هو رئيس التحرير تاعها؟ نبيل جليط، هو رئيس التحرير تاعها، وهذا نبيل جليط. الناس اللي ما تعقلش، نهار اللي زعماك عوار 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 خرج قال لهم عوار باش يلعب في المستوى لازم يروح يلعب في الجزائر باش يولي يلعب في ارسنال وارسنال، وحنا خرجنا عايرناه، هذا نبيل جليط، وخرج يدافع عليه ذاك بو كلبه واللي عاير فيا، قال لي جليط صاحب اللونترينير اللي خلاهم ارامل يعني وقراو في رحمه ونبيل جليط وناس ملاح وانت يا تكره كل جزائري ومنا ودخلت هذا سمعت الهضره واحد الصوالح كانوا يهضروا فيهم. مي كانوا يعني يكذبوا عليكم الماتش يتعاود. هذه هي وفننت يعني ومنذ تألقه اللافت للنظر مع نادي موناكو الفرنسي هذا الموسم بات أكلي واش محط أنظار العديد من المتتبعين، خاصة بعد أن أظهر قدرات فنية عالية ومستوى رفيع جعلته أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا. وقد أظهر تقرير نشرته صاحبة ليكيب الفرنسية جدال واسع، حيث زعمت أن أكلي واش لا يفكر إلا في تمثيل المنتخب الفرنسي وأن الجزائر لم تعد خيار مطروح بالنسبة له،
وغير ان الموقع يعني من مصادر موثوقه ونفت هذه المعلومات جمله وتفاصيل مؤكد ان اكليواش ومحيطه غاضبين من هذه الانباء والتي وصفوها بالمبالغه فيها. واوضح الموقع ان اللاعب لم يغلق الباب امام تمثيل الجزائر وان كل احتمالات تبقى وارده. واكدت العائله الاكليواش ان ابنها فور وصوله الجزائر وين يعتز بها بأصوله يعني بأصوله سيكون له رد جميل يعني رفع حمل الألوان الوطنية على الرغم من تمثيله منتخب يعني الشباب لفرنسا، وهو وضع يعني حاصل على العديد من المواهب الجزائرية على غرار أغويري عوار وقبلهم إبراهيمي وسفيان فيغولي. خطرة انتوما راكم انتوما يعني ما لازم ديروا فتنة ولازم فيغولي 2011 بالتوني تاع فرنسا مي فوتو هكا فنت وصحابي قال لهم لو شوا تاعي باش نلعب مع فرنسا وما كره ما هدرنا ما والو قلنا غادي تيجي جا يعني ولا قلب النابض تاع المنتخب الوطني 2011 قال لهم لو شوا تاعي نلعب مع فرنسا ولعب مع الجزائر وكسب احترام كل جزائري شكون يقول لك بلي في غولي كي والو واو لا ولعب معهم كوب دي موند ولعب دوزيام تور هذه راك تشوف بنزيما راح لعب مع فرنسا شوف انا نعقل 2010 ما داوش 2014 داوى 2018 ما داوش 2018 ضيع 3 كوب دي موند مع فرنسا لعب كره لعب 4 كوب دي موند ضيع 3 كوب دي موند مع فرنسا ما داوش 2010 هو وذاك ناصري كيسموه ناصري وقيلا ناصري واه مداوم 2009 اختاروا فرنسا ما بغاوش يجوا يلعبوا معنا ومن بعد داوه 2014 وصل كاردو فينال وخسر مع الالمان 1-0 يعني عقل 2018 ما داوش 2022 ما داوش كون جا معنا كان يلعب في غولي تشوف لعب عنده كوب دي موند لعب كوب دي موند لعب دوزيام تور ولعب 4 ماتش ومباراة واحدة لعبها 120 دقيقة شوف كيفاش. إلى أن الصراع على الضم أكليواش يعكس أهمية هذا اللاعب الشاب وقيمته الكبيرة في عالم كرة القدم، فمن جهة تسعى فرنسا إلى ضمه لصفوف منتخبها لتدعيم خطوط يعني حظوظها باللاعب موهوب والشاب، ومن جهة أخرى تسعى الجزائر لاستفادة من هذه الموهبة لتعزيز صفوف منتخبها الوطن. ويبقى مستقبل أكليواش الدولي غير محسوم حتى الآن وكل احتمالات تبقى واردة، فهل سيختار أكليواش تمثيل المنتخب بلاده الأصل الجزائري أم سيبقى وفي لمنتخب فرنسا الذي نشأ وترعرع فيها؟ الجواب عن هذا السؤال سيكشفه المستقبل القريب. المستقبل القريب خاطر كاين ناس يقول لك باللي لا يقول لك باللي ديشون جا تفرج فيه، لا ديشون ما تفرجش فيه لا، وكي تشوف انت أكليواش انا مانيش نطيح من القيمه تاع أكليواش كي يروح غادي يتلقى صعوبات مع المنتخب الفرنسي بصح ما عندوش مستوى كلش لا بصح كاينين لعابه هو جاي يشوف ديبلي هذاك يعني جاي يشوفه وجاي يشوف لعابه تاع البارسا وجاي يشوف ديشون خلف هذاك هذا مكان ناس كان يقول لك هذه هضره هنايا غادي المستقبل ان شاء الله بربي مستقبل كبير وين جيل ذهبي غادي يكون عندنا جيل ذهبي غادي نديرو التربيه. ابراهيم مازا صانع العاب موهوب زيد رايان بالعيد وانيس استنهاجي ثنائي هجومي واعد نزيدك فانيك خويا يعني وين اللاعبين هذو الياس بن قارة سيمو قادري والياس بن قارة قلب الدفاع المثالي سي محمد وين برز اسم سيمو قادري وسيم قادري لعب يعني اللي داوه بغاو يدوه لقطر يجنسوه وكيف قناه وكما صينا نصيروا فيهم طيقوه يعني والمنتخب الاسباني تحت 19 سنه كاحد ابرز المدافعين يعني الشبان في اوروبا وقد اثبت موهبته الكبيره وقدرته على قياده في قلب الدفاع مما يجعله خليفه مثاليه لرامي بن سبعيني وعيسى ماندي في المستقبل. وين قارة يعني الياس بن قارة لاعب دورتموند الالماني فيعتبر يعني من ابرز المدافعين الشباب في عالم
يعني يتميز ببنية جسمانية قوية وقدرة دفاعية عالية، مما يجعله عنصر أساسي في خط الدفاع أي فريق كان. هذه نقول لكم دو دوسمون، أنا جايين حبة واحدة. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم جديد. اللي مشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس، وربي يحفظكم ويحفظ